أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: لا تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما وضعه، وفي رواية فيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي وغيره. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجعل الإنسان يوم القيامة مرهونا بهذه الأسئلة الأربع، لا ينفك عن الحساب المعروض بين يدي ربه يوم القيامة حتى يجيب عن كل واحدة منها الواحدة تلو الأخرى. أولها الزمان، العمر، الوقت الذي هو حقيقة وجودنا، وما وجودنا إلا لحظات بداية ونهاية. عن عمره فيما أفناه، عن هذا البدن، الآلة التي وضعت فيها نفسك ونفخ فيها روحك، هل وظفته فعلا فيما خلق له؟ لأن الله ما خلق البدن هكذا عبثا، ولكنه خلقه لحمل أمانة، لأداء وظيفة. ففيما أبليت هذا الجسد، ومن عمر، من عمر أي من طال عمره بلي بدنه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فأنت إذ تعيش اليوم بعد اليوم تبلي جسدك، أي أنك تهلكه في الزمان، فينخره المرض أو الهرم في نهاية المطاف. ففي أي أعمال أمضيت هذا البدن؟ أفي تناول الشهوات والملذات، أم في عمل الطاعات؟ المال بعد ذلك الذي هو قوام الحياة، والذي هو العصب الذي به تتحرك الحياة الاجتماعية والعمران البشري في الأرض. رزقك الله رزقا، فكيف تسببت أنت إلى هذا الرزق؟ الرزق مقدر، وأنت تحاسب على الأسباب. هل تسببت إلى المال بأسباب الحلال المشروعة، أم تسببت إليه بأسباب الحرام الممنوعة؟ هذا على سبيل التسبب والكسب. ثم بعد ذلك الإنفاق، فهل سلطته على هلكته في الخير، وأنفقته في وجوه المصالح الدنيوية والأخروية، أم أنك عثت به فسادا في الأرض، واستكبرت به على الخلق، وطغيت وتجبرت؟ العلم الذي أعطاك الله، وما من شخص إلا وقد رزقه الله علما قل أو كثر، أقله ما يسمى عند علماء الإسلام بالمعلوم من الدين بالضرورة، ولا أحد من المسلمين يجهل أساسيات الدين التي هي أركان الإسلام الخمس، وأركان الإيمان الست، وما تفرع عن ذلك من عظائم الأعمال الخيرة وعظائم الأعمال الشريرة. يعني ككون الزنا محرما، وكون الخمر والربا والسحت وغير ذلك، هذا معروف يعني بالثقافة العامية، لا يحتاج الإنسان في ذلك إلى دراسة ولا إلى مدارسة. فلا بد أن لك حظا من العلم، ولو كنت من الأميين ستسأل عن هذا العلم ماذا عملت فيه. فإذا وعلى قدر زيادتك في العلم يزيد السؤال ويدق الحساب، عافانا الله وإياكم من مناقشة الحساب، فإن من نوقش الحساب عذب نعوذ بالله من عذابه.